أما هلأ مشاهدينا منتابع رحلتنا الصباحية، مننتقل من عالم السياسة لعالم الطفولة والطفل. أكيد اليوم يمكن كلمة مسؤولية كلمة كبيرة، فكيف إذا كانت للأطفال بغض النظر عن أعمارهم؟ واليوم مشاهدينا من أساليب التربية الحديثة إنك تعطي ابنك أو بنتك المسؤولية ليدير الأمور اللي موجودة حوله لحتى يعرف يتصرف بالمواقف اللي بتعرض لها أو يتعامل مع الأشخاص المحيطين فيه. يعني نور، كل هي الأمور رح تصنع من هذا الطفل بيئة المستقبل شخصية اجتماعية مستقلة قادر يميز يمكن بين الخطأ والصح، ويعني باختصار فينا نقول شخص قد المسؤولية. أكيد هايدي لنحكي أكثر تحميل المسؤولية للطفل، لأنه المسؤولية مفهوم كتير كبير. يعني اليوم لما نترجمها على أرض الواقع بدنا نقول بالسنوات الأولى تختلف تحميل المسؤولية للسنوات الأكبر سنا. كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع الاختصاصية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك رندا، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي اليوم عن موضوع بهم كل الأهالي. خلينا بداية نعرف شو بنقصد نحن بالمسؤولية للطفل. المسؤولية هي أني أنا أعطيه مهام يقدر ينجزها بدون ما يكون خايف أو عنده قلق من الإحباط أو الفشل، يكون قادر يعمل أي شيء مهما كان بسيط بدون ما يكون فيه راشد معه أو دائما نسمع نحن أنه ماما تعي خليكي جنبي لا مثلا حل الواجب، أو مثلا ماما أنا ما عرفت أغسل إيدي. في تفاصيل بسيطة بعمر صغير بتبين، بتعطي مؤشرات للأم اللي بتقدر تميز هيك سلوكيات أنه هذا الطفل غير قادر على تحمل المسؤولية، وبالتالي ما حيكون شخص مستقل بالمستقبل. فبالمراحل الثانية رح يكون في مطبات بحياته، وبالتالي رح بيأثر على الجو الأسري بشكل عام. لهيك نحن دائما بنقول أنه المسؤولية هي دائما تابعة للاستقلالية الطفل، تابعة لكل حياته وإنجازاته بالدرس وبالحياة بشكل عام. طيب لما نقول مسؤولية يعني كلمة فضفاضة، خلينا نحكي بالسنوات الأولى كيف فينا نعلم ابننا اليوم أنه يحمل مسؤولية؟ لأنه أحيانا في مواقف وأخطاء شائعة للأهل بيقوموا فيها بيكون فعليا الطفل مبادر. مثلا ممكن مثلا حاول يحمل كيس بسنواته الأولى، ممكن الأم تقول له هيدا كيس تقيل لا تقرب، ببعض التصرفات بتأثر عليه سلبا، وبس يكبر شوي بتقول مثلا أنا طفلي ما بيتحمل المسؤولية. واختلاف العمر، يعني لما نقول بنحمل طفل مسؤولية بالسنوات الأربع الأولى تختلف، نحن عم نحكي من 6 سنوات وما فوق. هلأ لما أنا طفلي ببلش من عمر السنتين علمه شو يعني مسؤولية. ببلش الطفل لما مثلا بيمسك بيكون في عنده بيحب يشوف ردود أفعال الأشياء، فبتشوفي أي شيء بيمسكه فهو بده يزته على الأرض ليشوف شو ردة فعله. الأمهات أنواع، أم مثلا ممكن تخانقه تقول له أنه ما بصير عم بتكب، طفل تاني بتقول له يلا هاتا مثلا هنرجع يرجع يزته، أو تصير مثلا تزت له كذا طابة بتقول له عطيني الحمرة يعني عرفتي. هون اختلف نفس الفعل ولكن عطاني نتائج مختلفة. هون أنا ببلش أعلم ابني المسؤولية لما هو عمل شيء وممكن تخليني اقول لك بمفهومه انه وقع على الارض فهو مثلا خربها، فهو رجع صلح الموقف وتحمل مسؤوليه تصرفه وشاله. هلا هو طفل عمره 6 سنين ما حيفهم هذا الشيء، ولكن بالتكوين النفسي تبعه الاولي رح بيكون شيء حاضر للسنين اللي بعدها. بالمراحل الثانية نحن بنشوف الأم بتكون كتير فرحانة إنه مثلا ابني عمره 5 سنين وجايب لي واجب على البيت، إنه فأنا بدي أقعد أشتغله أنا وياه. فلما بتجي إنه بدها تقعد جنبه إنه بدها تدرسه، هي بتكون فرحانة إنه المعلومات بسيطة وقدرانة هي تتابعه فيها، وهو متواع بيكون معه، فتعود هو إنه هي دائما جنبه، وهي تعودت إنه دائما في شخص ثابت بحياتها بحاجتها. هذا بيعطيها شعور بالأمان بكيانها. فهي الترابط بين الأم والطفل مع السنوات التقدم بالسنوات بصير في مشكلة، بصير لما بيكبر ويكون عنده واجب الأم قدرانة تساعده أو ما عنده وقت، وهو لازم بعمر يكون مستقل وقدراني أنجزه لحاله، حتراجع حالها بالسنين اللي قبل حتقول إنه أنا عن جد من هون بدأ الغلط. لهيك أنا كتير مهم مثلا بالمثال اللي قلتي لي إنه هذا الكيس تقيل ما تحلو،
في امهات مثلا ممكن تعطي كيس خفيف تقول له انت هاد تحمله وانا بحمل طبعاً. فهون صار طريقه مختلفه صحيح. بطريقه لطيفه. طيب رندا اليوم مثل ما ذكرتي يمكن بعض الاهالي بتعتمد انه تعطي اطفالها المسؤوليه من عمر صغير لحتى يصيروا لبعدين يعني قادرين نعتمد عليهم، لكن بنفس الوقت البعض الثاني من الاهالي بيقولوا لك انه لا انا ما رح اعطي مسؤوليه من الصغار لانه لا بعدين رح شوفوا طفل متمرد، رح شوفوا عم يعمل الشغلات اللي هو بده اياها. طيب خلينا نوضح، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا غالب الاسر او كلهم خصوصي الامهات لما بدها ما تخلي يحمل مسؤوليه او خلينا نقول تغنجه او تدلله وهي تحمل عنه كل المسؤوليات، فهي بتكون بكل محبه وحنان، ولكن هي باللاوعي تبعها عندها انه هذا الطفل خلص بده يضل بحاجتي طول العمر، فانا هذا شيء مريح لي لانه هذا الشخص انا كثير بحبه وحابه انه دائما يكون ملاصق لي. هو اللاوعي تبعها هيك بيكون عم بيقول. بالمقابل الطفل ذكي، قد ما كان صغير هو ذكي، أذكى من أمه وأبوه أكيد أذكى من أمه وأبوه، أذكى من كل طفل، وأكيد بيعرف كيف من نظرات، يعني مجرد ما تمر والدته من جنبه هو تماماً رح يعرف كيف فيه يستغل هاي النقاط. صحيح. فبصير بيريح حاله أكتر، يعني خلاص بصير هو مرتاح على بعرف أنا أطفال 7 سنين وثمان سنين إذا بدهم مي بيقولوا لوالدتهم جبلون إياها. فهي الأمور أنا لما بعلم من طفلي يستقل بهي التفاصيل البسيطة كتير مهم للمراحل الدام، هي ترتاح يعني هي ترتاح بالعكس، وهو حيزيد محبته لها. أبدا ما تفكر إنه إذا شالت عنه المسؤولية فهو رح يتخلى عنها أو يتخلى عنها، هي المحور الأساسي بالعلاقة بين الأم والطفل. طب خلينا نحكي عن قلنا بالبداية عن السنوات الأولى، يعني خلينا نفصل أكثر بالسنوات الأولى 4-5 سنوات وما فوق، يعني كل مرحلة عمرية المسؤولية مختلفة. فخلينا نبلش أول 4 سنوات. نحن بنعرف المرحلة بعدين من 6 سنوات ما فوق أساساً بيكون مختلف تفكير وتكوين شخصية الطفل. هلأ بالفترات الأولى لحد 5 سنين كتير مهم أعطيه مهمات بقلب البيت، وزع عليه مهمات وتكون مهماتي أنجزها بتخصه له. يعني مثلا انت مسؤول انك ترتب مثلا درجك، انت مسؤول تلم الغسيل مثلا، التفاصيل قادر يعملها، هي كتير مفيده لتعليمه. لما مثلا علمته كيف يفتح ملقط الغسيل ويحطه، علمته كيف يفرز ثيابه، هي تفاصيل كلها بتشتغل على الادراك وبنفس الوقت تعطيه تحمل المسؤوليه وبتعطيه هذا الكيان المستقل عن الخصوصيه اللي هي بيكون متفرد فيها عن باقي الاسره، وبنفس الوقت هو عم بيقدم خدمه جماعيه لمجموعه، فما راح يتمرد اكيد. بالمراحل اللي بعدها بحاول انا ازيد المهام باشياء خارج البيت، يعني مثلا انا ممكن اذا مثلا في مثلا بياع خضره قريبه على البيت وهو بعمر مناسب انه انا بعرفه تماما انه قادر ينزل يجيب اشياء لحاله، ممكن انه انت كل يوم مسؤول تجيب هاي الشغله، او انت كل يوم مسؤول سوري مثلا وسخ البيت مثلا انت تاخده تكبه. فهي المهام اللي هي جزء من اسره بتعطيه هاي الاستقلاليه وتحمل المسؤوليه وما يكون شخص أناني تماما واتكالي. هلا نحن بنعطي تفاصيل بامثله فورا، لان انا اذا بفتح بعمل سيرش على النت وبكتب استقلاليه او اي شيء حيطلع لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها سواء صحيحه او لا، ولكن الامهات عم بيكون في صعوبه ان تربط هذا الشيء بحياتها العمليه او بعلاقتها هي وابنها يوم بيوم. يعني ذكرتي شيء عن الطفل الاناني او الطفل الاتكالي، مثل ما بنعرف انه لكل طفل اكيد اليوم عنده شخصيه معينه بتميزه عن باقي اخواته. طيب خلينا نحكي عن الطفل الاتكالي، كيف نحن اليوم بنقدر نساعده لحتى يتحمل المسؤولية أكثر؟ هلا أنا دائما بربط الاستقلالية والتحمل المسؤولية بدرجة ذكاء، مو بالضرورة درجة الذكاء الاي كيو، ممكن كثير تكون الذكاءات الموجودة عندنا، الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، الذكاءات المتعددة اللي بتكون موجودة عندنا. فدائما كل من كان عنده متطورة
درجة الذكاء بدرجة معينة حيكون قادر يكون مستقل وبتحمل مسؤولية أكثر من الطفل اللي إمكانياته ضعيفة أو ما له مطور ذكاءاته، لسبب كتير بسيط، بحكم قلة قدرة محاكمته وحله للأمور حيكون شخص ضعيف، فبالتالي حيلجأ لشخص تاني يرمي عليه مسؤولياته. لهيك أنا دائما لازم كتير كأم ميز هالطفل، لأنه مو عرفان فأنا بعلمه، غير قادر فأنا بشوف مختص. هل هو قادر وفهمان شو عم بيصير بس عم بيرمي الشغلة علي؟ لا، بحاول ارجع معه خطوة لورا بمهام بسيطة كتير بحبها، بعدين ببلش بزيد شوي شوي لحتى يتبلور كيانه. للأسف نحن عم نشوف هلأ الأطفال كلها عم نشوف أطفال بعشر سنين وبقيت عشر سنة، ولكن انفعالاتها وكيانها الوجداني لسه بعمر الخمس سنين والست سنين، من بحكم الظروف عم بيكون في رعاية زيادة من الأهل لأطفالهم وحماية زايدة عم تخلي دائما أنا بقولهم حماية زائدة مطابقة تماماً للقسوة، فهي بتعطي نفس النتائج. لهيك الاعتدال كتير مناسب، المحاكمة كتير مناسبة. لما بدي أشوف شيء بيخص طفلي بحياته أعزل مشاعري عن الموضوع، ودائماً حل الموضوع أو فكر بالأنسب له خارج الدائرة. طيب خلينا نحكي عن جانب آخر، أحياناً في مغالاة بتحميل المسؤولية للأطفال، يعني بنشوف أسر أو عوائل أو أمهات بيحملون المسؤولية زيادة، وهي كمان بتأثر. يعني نحن بنقول ما بصير الزايد ولا الناقص، هو الاعتدال مثل ما قلتي، والتوازن هو بيعمل توازن نفسي. كمان تحميل المسؤولية بعمر صغير قديش بيأثر على شخصيته؟ يعني نحن بنشوف نماذج كتير خصوصا للبنات، يعني تلاقيها ممكن نحن نحمل بعض المسؤولية بسنواتها الأولى، بس أحيانا بتشوفي بنت لا تتجاوز 8 سنين بتلاقيها هي بتقول لك أمه، يعني بكل فخر إنه هي بتشتغل البيت، بتجلي، بتعمل مسؤوليات مثل مسؤوليات الصبية الكبيرة. والرجل كمان إذا بدنا نحكي إن كان هو طفل صبي كمان بيحملوا مسؤولية، يعني أحيانا بتلاقي بالصيف عم نعلمه مهنة ما اختلفنا، بس أحيانا بعمر جدا صغير وتحميل المسؤولية كتير كبيرة. يعني سابقا ما كنا نشوفها، طفل عمره 6 سنوات بيروح يجيب الخبز، طفل بسنواته الأولى، عمار جدا صغيرة بتأثر بالمستقبل على شخصيته. هلأ هون العامل الأساسي بالموضوع هو الوضع الاقتصادي، صحيح، الوضع المادي. كل من كان أسرة الطفل بوضع اقتصادي مريح فهو ما حتلاقي هذا اللي ذكرتي. لما بيكون في وضع اقتصادي متوسط لقليل فنحن بنشوف هذا، بنشوف هاي الثقافة أكثر. الفكرة هون إنه أنا طول ما الطفل، هاي الصبية اللي ذكرتي مثال عنها، طول ما هي قادرة ومبسوطة صحيح أنا عم بقدم خدمات فهو ما في أي مشكلة. بيجي بقى الليفل الأعلى إنه مثلا هي ممكن شوي تتململ أو تتضايق أو ممكن تتمارض، أو ممكن إذا كان ما في استمرار برد فعل السلبي وتكرار، ولا في شدة، يعني مثلا مرة وجع بطنها، مثلا مرة وجع راسها، مرة ما قامت أبدا إنه هي مرضانة عيومي، فهون عم بيكون في شدة، عم تزيد شدة رد فعلها بالحالة بالمهمة اللي عم نطلبها منها. فهون أنا وقت ببلش شوف بلش يتزايد هذا الشيء، فمعناتها هذا الموضوع ضاغط إلى لازم أنا أسحبه منها ولازم أعطيها مهمة هي بتحبها. يعني مثلا هي بتحب الرسم، فأنا أعطيها مهمات إنه أنا لآخر الشهر بدي مثلا 3 رسمات أنت بتحبيهم، فأنا أعطيتها مسؤولية وأعطيتها شيء ولكن هي بتحبه. أو حتى بما يخص البيت، في بنات تلاقيهم بيحبوا جزئية معينة، يعني بحب أمسح الغبرة مثلا، بحب رتب، هي جزئية، يعني مش كل المسؤوليات على عاتقك. صحيح، يعني مثل كأنه عم تحكي عن الفرق بين الطاعة والمسؤولية. لما مثل ما ذكرتي انه صبيه عم تعمل شيء ما بتحبه فهي عم تساوي هذا الشيء بدون رغبة منها، عكس اذا هي ساوت هذا الشيء بمحبة ورغبة. طيب خلينا نحكي اليوم كمان قد ايه مهم نحن نحفز اطفالنا بمكافأة، بكلمات ايجابية وتحفيز على تحمل المسؤولية، يعني عملوا اي موقف صغير نحن نحفزهم نشكرهم على هذا المجهود.
هذا كتير على فكرة سؤال مهم وكتير بيتكرر، إنه أنا إذا عززته أو عطيته أي مكافأة فأنا تحول طفلي لمثل ما عم نستخدم مصطلح مصلحجي، أو إنه كل شيء بده بالمقابل ما بقى يقدم لي خدمات. تماماً. نحن في جزء أساسي للتعليم سواء بالحياة سواء بالدرس هو التعزيز. التعزيز دائما بيكون ايجابي وسلبي. هلا الدراسات كلها عم تقول انه احنا بدنا نبتعد عن السلبي وبدنا نركز على الايجابي. انا كيف بعمل هاي النقلات؟ اول شيء الطفل بينتقل مراحل التعليم عنده من الحسي لشبه المجرد للمجرد، يعني من البونبون او الشوكولا، بعدين بجمع له اياهم معي. فانا انتقلت لأنه بلش هو كل ما نجمع نقاط أكثر له هاي الشغلة الحسية اللي حياخدها. حتى بصير بيعطوهن مصروف يمكن. تماماً شهري. بغض النظر إذا هون إذا كان العمر أكبر يعني مثلا أنا أكيد مو شوكولا إذا بدأت تعززني أكيد فبالعمر الأكبر أكيد بيكون الوضع، أو ممكن مشوار عند التيتا، أو مثلا بعطوا مشوار مع رفقاته بأعمار أكبر. المرحلة اللي بعدها إنه أنا خلص لازم استبدل الشيء المادي بشيء معنوي اللي هو المجرد، إنه برافو أنت هيك عملت أشياء كتير رح تفيدك للمستقبل. هاي المعززات اللفظية اللي أنا كمان حتى ممكن تطبطب على كتفه فأنا كمان عطيته معزز غير لفظي، هون أنا صار عندي كيان طفل هو بيستخدم هدول الأشياء بينه وبين حاله بدون وجود الشخص اللي عم بيعززه. بصير هو بيقول لحاله برافو أنا عرفت أعمل هيك، أنا بدي لسه أكتر، زرعت في هذا الطموح اللي ما بيعود بحاجة شو ما عملت شوفوني أنا شو عملت. بصير هو شايف حاله وشايف إنجازه. طب شو الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الأهل بما يخص تعزيز فعلياً هي المسؤولية والاستقلالية عند الأطفال؟ لأنه حتى الدراسات تختلف، يعني دائماً في دراسات حديثة، يعني ممكن التعزيز يختلف من فترة لفترة أو حسب العمر كمان. هلأ رح أقولك شو بشوف أنا أكتر شيء من اللي بشوفهم كأسر من عمره سنتين، إنه معي شغلة حلوة مثلا تعال لعندي سلم علي بعطيك اياها، فهو ما بقى يجي يسلم عليك غير لا ياخذها وبلشت. وهي هذا المفهوم، يعني اخر دراسة حكيت عن هيدا المفهوم، هذا بيعزز ثقافة التحرش الجنسي عند الأطفال. يعني تماما. الأم او الأب او اي حدا قريب ممكن يعمل هي القصة مع تكرارها، بصير الولد ممكن اي حدا من الخارج ما بقى يفكر. صحيح. صار تركيزه بالمقابل او بالمعزز. لهيك انا كثير مهم انه اذا ما هذا كثير على فكره انا بشوفه خصوصي عند التيتا والجدو، هون عم بيكون الخلل من عند التيتا والجدو عند العائله تحمل الام المسؤوليه من المحيط. تمام. انه هي لازم وقت ما يرضى يجي لعندها غير بمكافاه تتجاهله، لانه هو اكيد بيحبها واكيد هو حيجي لعندها واكيد رح يعمل اي شيء هي بدها اياه، ولكن تحاول تأرجي انه شو ما عملت ما في مقابل، انت عم تعمل هذا الشيء لك. لازم نستبدل البرافو وشاطر وانت بطل، انت بطل برافو عليك، هذا كثير حتشوفه، انت هذا عم تعمل شيء لك. بنشوف للاطفال بيقولوا لك انا كتبت لك الواجب، انا رتبت لك غرفتي، رتبتها لك، برافو عليك، انت هلا حتكون مرتاح اكثر. اكيد. يعني بالختام فعلا كل طفل يمكن يفرق عن غيره، بده وقت معين لحتى يتعلم او يحمل هي المسؤوليه، يمكن لازم بس هيك شويه من الاهل شويه صبر لحتى يمشي الحال. اكيد. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا الاختصاصيه التربويه رندا عليدي. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. شكرا لك الاختصاصيه التربويه شريكة صباحاتنا عطول رندا علي ديب. شكرا لك.